والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية. ويسرنا في هذه المناسبة توجيه خالص عبارات الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية المختصة في العراق وفي لبنان، وعلى الأخص لسعادة اللواء عباس إبراهيم ومساعيه الحسيسة والمثمرة، مجددين دعوة جميع المواطنين في لبنان والعراق وجميع لبنانيي الانتشار ومواطني العالم العربي الواسع للتحلي كالمعتاد الذي برهن على مر العقود الماضية عن مناعة راسخة في مواجهة كافة التحديات المحلية والإقليمية والخارجية، والذي لا تهزه ولن تهزه شائعة من هنا أو خبر مرفق من هناك. يبقى أن حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الأمنية والسلطات الرقابية كفيل بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام وبحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين كافة. ثانيا، في القروض المصرفية والسكنية، يحتل التسليف السكني موقعا مركزيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو من مقومات الاستقرار، ويلقى الدعم والتشجيع من مختلف الدول لما يشكله المسكن من حاجة جوهرية لكل مواطن. ومعلوم أن السياسة الإسكانية تندرج ضمن مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية، غير أن غياب مثل هذه السياسة في لبنان منذ عقود وضغوط الأوضاع الاجتماعية للشباب اللبناني الراغب في الاستقرار الأسري لا سيما بعد انتهاء الحرب دفعا السلطات النقدية إلى المبادرة إلى سد الفراغ وإلى اتخاذ قرارات من شأنها توفير التسليف السكني لشرائح واسعة من اللبنانيين وتنشيط حركة العقارات والبناء وتوجيه الموارد المصرفية في هذا الاتجاه. وقد ترجمت هذه السياسة بصيغ متعددة ومتنوعة من القروض المصرفية المدعومة، علما أنه يمكن تصنيف القروض المدعومة عموما بثلاث فئات، هي أولا القروض المدعومة الفوائد إلى القطاعات المنتجة وليس فقط إلى القطاع السكاني، القروض المدعومة الفوائد إلى القطاعات المنتجة والتي بلغت قيمتها منذ العام 1997 ما يزيد عن 7,300,000,000 دولار حتى نهاية العام 2017، واستفادت منها آلاف المؤسسات اللبنانية، وتوزعت بوجه خاص على قطاع الصناعة بنسبة 59% والسياحة بنسبة 30% والقطاع الزراعي بنسبة 11%، وهي تشمل القروض المدعومة الفوائد وكذلك تلك الحائزة على ضمانة شركة كفالات ويستفيد بعضها من تخفيضات في مجال الاحتياطي الإلزامي. 2. القروض غير المدعومة الفوائد والتي تستفيد من تخفيض أما من الصندوق الاحتياطي الإلزامي أو من الالتزامات الخاطئة للاحتياطي الإلزامي، وقاربت قيمتها 7,900,000,000 دولار. 3. القروض غير المدعومة الفوائد والتي لا تستفيد من التخفيضات في مجال الاحتياطي الإلزامي، وهي التي تعرف بالرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان في العام 2013، وقد بلغت قيمة هذه القروض حتى نهاية العام 2017 حوالي 5,200,000,000 دولار، مع الإشارة إلى تغيير آلية الحوافز التي يوفرها مصرف لبنان للمصارف، بحيث أصبح التقضي بأن يدعم مصرف لبنان الفوائد وأن تمنح المصارف القروض من مواردها الخاصة، وذلك منذ أوائل العام 2018. ومن المقدر أن تكون القروض السكنية المدعومة سواء من خلال الاحتياطي الإلزامي أو من خلال الرزم التحفيزية قد نهزت 9,500,000,000 دولار، أي حوالي 75% من القروض السكنية الإجمالية في نهاية العام الفائت. أيها السيدات والسادة، أن التسليف الذي تقدمه المصارف لا ينحصر بالطبع بالتسليف السكني والتسليف الاجتماعي، بل تلعب المصارف دورا هاما في تمويل كل الاقتصاد ومنه القطاع العقاري
حيث ارتبط الازدهار في لبنان غالبا بازدهار التوظيف العقاري ومشاريع البناء بكل الأحجام والأنواع، وقد أتى التسليف الإسكاني بغالبيته لمصلحة ذوي الدخل المحدود، حيث استفاد منه الألوف من أبناء هذه الفئات الاجتماعية، ووصل مجموع المواطنين اللبنانيين الذين استفادوا من هذه القروض السكنية بمختلف صيغها حوالي 131 ألف مواطن وأسرة توافرت لهم شروط الاستقرار الاجتماعي والأسري اللائق وباتوا من الملاكين العقاريين. ومعلوم أن جمعية مصارف لبنان وقعت طوال العقدين المنصرمين عددا من بروتوكولات التعاون لدعم تصنيف بعض الفئات التي لها دور استراتيجي في خدمة لبنان، وفي مقدمها الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية، كما مع المؤسسة العامة للإسكان في إطار السياسة التحفيزية التي أطلقها المصرف المركزي لدعم القطاع السكني. وفي هذا السياق يندرج البروتوكول الموقع مع الجسم القضائي تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وحرصا على تفعيل إداء القضاء والمحاكم اللبنانية وتوفيرا لشروط السكن اللائق للقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول المتوقع الموقع مع صندوق تعاضد القضاء يؤمن للمصارف ثلاث ضمانات لقاء قروضها السكنية بالنسبة لهذه الفئة، وهي توطين راتب القاضي المستفيد من القرض السكني، الرهن على الحيازة العقارية موضوع القرض، وكفالة صندوق تعاضد القضاء بعد تقاعد القاضي المستفيد. استنادا إلى كل ما أوردناه على يتبين أن آلاف المؤسسات في القطاعات المنتجة وآلاف الأسر اللبنانية استفادت من القروض المدعومة، فنرجو أن يعرف ذلك ويقدر هذا الإنجاز من جميع اللبنانيين. يبقى أن إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولا رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة، والمصارف على أتم الاستعداد كعادتها لتأدية دور ناشط وفعال من أجل إنجاح هذه السياسة. ثم أن حاكم مصرف لبنان قد أكد مؤخرا أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض وبخاصة السكنية منها، ولكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصصة له تحت سقف عدم المس بالاستقرار النقدي. سادسا، في الوضع الاقتصادي والمصرف العام، يعلم الجميع أن الاقتصاد يسجل معدل نمو ضعيف قد لا يتجاوز 2% في العام الحالي حسب مختلف التوقعات، وتشير المعطيات المتوافرة منذ بداية السنة إلى تفاوت في إداء مؤشرات القطاع الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2018، فثمت إشارات إيجابية تتمثل في حركة السياحة وأخرى سلبية تتمثل في تراجع الحركة في القطاع العقاري. ولكن بالرغم من ضعف هذا النمو الاقتصادي فقد سجل قطاع المصرف نموا في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، فيما نمت الودائع بنسبة 2%، أي بنسبة نمو قريبة من الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.4%. ويعني هذا المعدل ازديادا في حجم الودائع لما يناهز 3.4 مليار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهو حجم كاف لتغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص. أما رساميلنا وأموالنا الخاصة فقد قاربت مستوى تاريخي يبلغ 20.7 مليار دولار في نهاية أيار 2018، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني، كما أنها تقوي المراكز المالية للمصارف، بحيث من المقدر أن يكون معدل الملاءة في القطاع المصرفي قد فاق 15% في الوقت الراهن. من جهة أخرى فأن إجمالي قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من دون احتساب محفظة الأوراق المالية قارب 60 مليار دولار في نهاية أيار عام 2018، وهي نسبة
تكاد تكون غير متداولة في أي من الدول، ولم تترافق التصنيفات المصرفية مع أي تدهور في نوعية محافظ الإقراض للقطاع الخاص، إذ بقيت نسبة الديون الصافية غير العاملة non-performing loans إلى إجمالي المحفظة في مستوى متدن وبحدود 4%. أخيرا، على صعيد تمويل القطاع العام، لا يزال القطاع المصرفي الممول الأول للدولة رغم ارتفاع مخاطر البلد السيادية. أيها الحضور الكريم، إن لبنان بحاجة إلى ورشة تشريعية كبرى وإلى ورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الانفاق الاستثماري المرفوع إلى مؤتمر باريس الأخير صادر. ولا شك في أن أطلاق هاتين الورشتين مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة رهن بتشكيل الحكومة العتيدة التي نرجو أن لا يطول انتظارها. ومن جهتنا نجدد التأكيد أن القطاع المصرفي اللبناني يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد، وهو أيضا دعامة دائمة للاستقرار الأمني الذي يضمنه ويظلله الجيش اللبناني وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية. ونغتنم هذه المناسبة لنقدم للجيش اللبناني أسمى عبارات التقدير والتهنئة بعيده 76، ففي العالم 76 النامي قليلة هي الدول التي لجيوشها هذا القدم والأصالة. وتثبت المعطيات المعروضة على أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتع بمناعة راسخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وعن قدرة واضحة على التكيف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وأكثرها تعقيدا. فالنتائج التي يحققها قطاعنا إيجابية وجيدة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد ووسط الحروب والاضطرابات التي تعانيها المنطقة. وبقدر ما تقتضي المسؤولية الوطنية والمهنية من إدارات المصارف التزام أصول العمل المصرفي السليم وقواعد الشفافية والإدارة الرشيدة والقوانين المحلية والدولية المرعية، بقدر ما تقتضي المسؤولية الوطنية والمهنية أيضا أن يجري التذكير دائما بهذه الحقائق من قبل كافة وسائل الإعلام، تعزيزا للثقة بالقطاع وبما فيه خدمة لبنان واقتصاده. وشكرا لحضوركم. دكتور، هل من رابط معين قصة الشائعات بين كشف الشبكة المصرفية والحديث عن علاقة لهذا الموضوع أطلاقا؟ يعني ما في ارتباط بينهم. موضوع شبكة الاحتيال هي شبكة خارجية، وهي استغلت تاريخ العراق في السنوات العشر الأخيرة وتغيير النظام من نظام إلى نظام آخر، ومن ضمن إطار الجريمة المنظمة استهدفت القطاع المصرفي اللبناني بغاية الربح وبغاية تحقيق مكاسب. ولما لم تستطع باستناد إلى أي مستندات قانونية تتيح لها حصول على أي ودائع، قامت بالابتزاز. يعني نحن ما شكونا منه بالفعل هو الابتزاز ضمن الفضاء الافتراضي وضمن الإعلام، وهذا الابتزاز كانت الغاية منه أن تدفع المصارف ترضية لهؤلاء المبتزين، ليس لتحصيل أموال لهم في القطاع المصرفي، إنما ليسكتوا عن التهجم على القطاع المصرفي اللبناني. وخيرا فعل الأمن اللبناني والقضاء اللبناني والأمن العراقي أيضا، مخابرات عراقية التي تعاونت على هذا الصعيد مع الأمن العام اللبناني، والدور الرئيسي الذي لعبه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بالفعل جرى شل هذه العصابات، ونعتقد أن ما حصل هو عبرة لغيرها. Donc, le dépôt de 2%. Mais est-ce que pendant la dernière quinzaine de jours, à cause de cette confusion qui a prévalu dans le pays, est-ce que vous avez enregistré des flux sortants? Le secteur المصرفي هو
أمنع وأقوى، والثقة فيه دولية وعالمية. فهذه الترهات لا تؤثر على القطاع، إنما نحن نريد أعطاء الإطمئنان للرأي العام اللبناني وعدم ترقه في جو القلق بالنسبة لمثل هذه المواضيع، خاصة أنه كان هناك حملة مبرمجة للتعرض لبعض المصارف بشكل لا أساس له من الصحة. في بعض التقارير الصحفية عم يقولوا كان في أموال قبل أيام النظام موجودة ودائع بالمصارف المصرفية، ما في السرية المصرفية وهيك، بس في تقارير عم تقول في مبالغ بمئات المليارين دولارات موجودة لبعض المصارف المصرفية. مثلا نظام حسين، هل هي شو وضع صواضح لك هذا الأمر؟ كعلاقات مالية خاصة للبنك قبل صدام وبعد سقوط صدام التي تراب، صاحب الوديعة، وبالتالي جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية وبإشراف البنك المركزي اللبناني. فإذا ليس هناك من أسرار ومن أوهام حول هذا الموضوع. ليس هناك من أصحابها أو ورثتهم. النظام العراقي الحالي هو وريث للدولة العراقية وله حق الاطلاع تحصيل مبالغه، مبالغ تعود للدولة العراقية وليس له يمكن الإدلاء به في هذا الوقت. هل متى تفعل ذي مباشرة من سلوى؟ تفضل. بس في شغل سؤال ثاني كمان، إيش بس نحكي عن بنك قال إنه في بس إذا تبعت البنك على هؤلاء المحتاجين وربحوا البنك وخيرا فعل، لأنه ضد هذه المحاولة. أنا باعتقادي أن هذه عصابات الاحتيال لن تكرر أمر الإدلاء أمام المصارف بمطالبات، لأنه هني عم بيجوا بمطالبات بمستندات مزورة. بمجرد ما حصلت أول قضية قضائية بعتقد أنا أنه لن تتكرر هذه القضية.